كنت كنعرف واحد وحملت معاه، طمعني بالزواج وداك الشيء صافي، بقات هكاك. من اللي حملت ما عقلش عليا، قال لي سيري شوفي معامل. ملي قلت لها انت اعطيني هذاك داك سميتو ديال باش نصايب ليها الحاله المدنيه، قالت لي لا ما بغاتش عطيها عليا. قالت لي اصلا هاد الدريه ما عمركش بقيت تشوفيها، دابا بنتي حرمتني منا اني نشوف بنتي. ما انا مورا ولدت بنت، ولكن الدري اللي ولدتو انا ما عارفاش با شكون، ما نكذبش عليك. بقيت خارجه طاقه الفساد. السلام عليكم، انا سميتي فاطمه، في عمري 22. حاليا دابا ساكنه في كازا، ولكن الاصل ديالي بتسوق لي ربع الغرب. انا الوالد ديالي فاش كان الله يرحمه صيفطني للديور نخدم صغيره بزاف، صيفطني للوعد الدار نخدم. كنت كنخدم غير ب 20,000 ريال، ما كنتش كنشد الفلوس ولا شي حاجه، كانت نيشان كتمشي عنده. المهم كانت ما تبهم كنفصى علينا بزاف، لدرجه كانت كدوز علينا العذاب. كان غير الوالد كيمشي يخدم كانت كت ملي درجه الماكله ما كتخليناش ما ناكلو ولا شي حاجه. اش من عمر هادشي اللي فاش كنت باقا صغيره بزاف، ديك الساعات كنت باقا ما بلغتش، باقا صغيره بزاف، باقا ما بلغتش. غير تجوز صافي قلب وجهو، راك عارف مرت الاب. كانت حملات وطاح لي هيايا وصافي، مورا ربات على اختي الكبده فهمتيني. وانا وخويا صيفطو عند جداتي وانا صيفطوني نخدم صغير. صافي فاش جيت لكازا تعرفت على واحد الدريه خرجتني للطريق، وكنت هبطت معاها واحد المره البار. صافي ملي هبطت معاها كانوا شي ثلاثه الناس شربوا وداك الشيء، انا مشيت معاهم لواحد الدار. صافي ما عرفتش شنو داروا لي واختصبوني بثلاثه. ما كانتش بالاراده ديالي، لا ما كان، لا باقا ما عارفه والو. ما اول مره كندخل لشي بار ما عرفت حتى شي حاجه على داك الشيء. صافي هادشي اللي كاين. من مورا هاد الليله ديال البار، مورا صافي بقيت بحال هكا كنايات، كنت كريت وصافي. ما بقيت كنخرج ما نكذبش عليك، حيت انا ديك الساعات ما كنتش كنلقى ما ناكل ولا ما كنشرب ولا شي حاجه. صافي بقيت كنخرج ولقيت خدمه، ماشي ما لقيتش، ولكن هذيك الخدمه ما مساعداتش صوتي، ماشي بتكازا وماشي حربيه، ما كيعرفوش فهمتيني، صاري قليل ما يكفكش لا فكره لا في ماكله لا في مصروفك لا في لبسك لا في شحال من حاجه. انا غير هذيك العذاب اللي دوزت عليا ما تشبره بزاف. يعني مرتبك هي سببك في هادشي كامل؟ هي بسببي في هادشي كامل. دخلت غير داك العام فركشاتنا انا وخويا واختي، انا وخويا فقط. مازال اختي حيتاش كانت باقا صغيره وكانت باقا كتقرا. موراها خويا انا عام ونص غابر على الدار، ما كنهضرش معاهم. هي فاش حملت بنتي كنت انا كتفد فايت بنتي لدرجه ما كنتش كنلقى باش نشري ليها ليكوش. نرجعوا، كيفاش حملتي بنتك؟ بنتي حملت كنت كنخرج، ما كنتش زعما هذا، كنت تعرفت على واحد بطريقه غير شرعيه. كنت كنعرف واحد وحملت معاه، طمعني بالزواج وداك الشيء صافي، بقات هكاك. من اللي حملت ما عقلش عليا، قال لي سيري شوفي معامل، راه ماشي معايا. ولدتي البنت ديالك؟ ولدتها في كورونا اسراء. كانوا الدار شافوا الفيديو ديالي، عام ونص قلت لك ما كنهضرش مع الدار. ملي شافوا الدار غير العائله، ملي شافوا الفيديو ديال هذاك سميتو صافي هزوا النمره ديالو، عيطوا لي قالوا لي باك مات، حيتاش انا كنمشيكو عرفني بابا حامله ما يدخلنيش للدار، يقدر يقتلني. حيتاش حنا عندنا في بلادنا عيب ان الدريه تحمل ولا تدخلي بكرش، عندنا عيب. صافي مشيت للدار، هي فاش قالت لي هذيك مرات عمي قالت لي نشد لك بنتك، انا مع باقا صغيره وهذيك سير المراهقه ما كنعرفش شنا هما الولاد ولا نقابل ولا نقابل ليكوش ولا شي حاجه. صافي شدات عليا مرات عمي، بقيت كنمشي انا كل عيد وداك الشيء كنشوف بنتي. ملي مشيت هاد العيد هذا بغيت نشوف بنتي، وانا بنتي كانت باقا ما صيفتش ليها الوراق الحاله المدنيه، حيت دابا يمكن لك تصايبي الحاله المدنيه في سميتك. ملي قلت لها انت عطيني هذاك سميتو ديال باش نصايب ليها الحاله المدنيه، قالت لي لا ما بغاتش عطيها عليا. قالت لي اصلا هاد الدريه ما عمرك بقيت تشوفيها، دابا بنتي حرمتني منا اني نشوف بنتي. شحال في عمر بنتك؟ بنتي دابا تكون عندها شي عامين وشي 10 شهور يمكن، بحال هكا. كبيرة
الكبده ديالك بغيتي مثلا. انا ما كانتش بنتي رجع عندي انها تخليني غير نشوفها بعدا على الاقل. دابا ما بغات لا تخليني نشوفها لا والو. واخا من مور البنت مور البنت صافي جيت لهنايا عاوتاني بقيت بحال هكا ولدت ولد عاوتاني. كيفاش بقيت بحال هكا؟ عادي غنهضروا. شوفي هذا واحد الموضوع اللي خاص الناس ياخذوا منه عبره وخاص بزاف الدريات ياخذوا منه عبره. ما انا ما ولدتش بنت ولكن الدري اللي ولدته انا ما عارفاش باه شكون. ما نكذبش عليك بقيت خارجه طاقة الفساد. شحال ديال الوقت ما بين الولده ديال البنت والولد؟ ماشي بزاف ماشي بزاف. من نصحش شي دري لهذيك الطريق ما نصحهاش حيت هذيك الطريق كتقدي تلقاي هذا زوين هذا خايب هذا كيضربك هذا يتكرفص عليك هذا يعطيك رزقك هذا ما يعطيكش رزقك هذا يفهمك هذا ما يفهمكش. هادشي كامل حتى السبب ديالو كامل السبب كامل با وما تشبا حيت با كانت كتحرش وما تشبا تقول لي هادي صيفطها تخدم ما عندها ما تجلس دير لينا هنايا. من مور ما ولدتي الولد من مور ولدته حيت انا الدري فاش ولدته ما نكذبش عليك ما كانش عندي باش نقابلو ولا باش نشري ليه ليكوش ولا باش نقابلو. عرفتني وعد السيده عرفتني على وعد الناس عرفتني على وعد الناس صافي هي فاش عطيته ليهم ولكن درت معاهم في الورق اني نشوفهم. هاد الناس عرفتني عليهم اخويا غير واحد السيده ملي عرفتني عليهم قالت لي دابا فاش عرفتني عليهم جيت تلاقيت بهم قالوا لي واش هاد الدري تقد تبيعيه لينا بالفلوس. قلت لهم انا كنتي ما باغياش نبيعو اني باغيه نشوفه دايره معاهم انا في الوراق في المحكمه انه من الاعياد يجيبوه لي من فهمتيني كل مناسبه نجي ونشوف الدري. مزيان الولد ديالك دابا شحال في العمر ديالو؟ ولدي عنده عام دابا. عنده عام كتشوفيه؟ لا كنشوف ولدي دايره معاهم في الوراق اني نشوف ما نكذبش عليك. الحاله الصحيه ديالو بخير عايش مزيان حيت واخا كون عايش معايا انا ما نقدرش نعيشو ديك العيشه اللي حيت راه كتشوف الحاله خويا عايشه في بيت على قدي مره نخلصو مره ما نخلصوش كتصبر عليا مولا الدار وصافي. دابا كيف ما قلتي لي انك كتمشي تخدمي الناس ما كيبغوش يخدموا ما كيخدمونيش الناس ما كيخدمونيش ما كيشوفوني بحال هكا ما كيخدمونيش كيخافوا مني واكثرين بعد المرات كتخدمي في شي قهوه مول القهوه كيطمع فيك ولا السربا كيطمع فيك كيبدا يقول لك اختي تجي ملي كيعرفوك انت كي دايره كيبقاو يديروا كيبغيو يزيدوا لك كيبغيو يقول لك يعني يلا باغا تصلحي راسك هما كيبغيو يزيدوك الهلاك ويبغيو يزيدوك الطريق الخايبه. يعني قول لي فاطمه يعني انت كيف ما قلتي لي بغيتي بنتك ملي تكبر تعرف ما وتعرف خوتها. ما بغيتش تعرف ما هي انايا دابا الدريه ما بقاوش بغاو تعرفني انا هي امها ولا هما باغيين يتحكموا في الدريه هما ما عرفتش الدريه تكبر تلاقى بخوها يتزوج بها ولا يتصاحب معاها ولا شحال من حاجه. دابا هما ملي كنمشي عندهم ما بغاوش يعرفوها هي انا ما ما بغاونيش انا نبقى نمشي عندهم نهائيا بصفه نهائيا. يعني انت اليوم في هذا الفيديو كامل الاساس ديالك هو بغيتي بنتك هي بغيت بنتي تعرفني هي انا امها حيت هادو راه عائلتي ما شاديناش شي وحدين برانيين راه عائلتك وشوفوا شنو داروا فيك علم الله الناس اللي ما كنت عاطيهم مع شي ناس اخرين راه هانيه هادو راه عائلتي وشوفوا شنو داروا فيا علم الله البراني. ما بغيتش بنتي تعرفني هي انا امها. دابا ملي مشيت جراو عليا داروا لي فهمتيني جراو عليا قالوا لي صافي متبقيش تجي هنا متبقيش تجي تشوفي بنتك. انا طالبه بغيت نشوف بنتي واني نصايب ليها الورق في سميتي انا الحاله المدنيه. انا كنقول هذيك راه ماش عمي راه ما غنحرمهاش منها حتى هي قابلتها ليا وهي باقا صغيره. انا غير بغيت تعرف انا هي امها ونبقى نشوف بنتي. هادشي اللي طالبه منها هي هذيك السيده حيت جرات عليا وبغيت هاد الفيديو انا درت وبغيت هي تسمعني وتشوف وتعرف. فين كاينه هي شنو البلاصه؟ كاينه في سوق لالبع الغرب. سوق لالبع الغرب في بلادنا حيت انا ما جالسهش بلادنا جالسه هنا في كازا انا متشرده. انا قلت لك اخويا مره نلقى من ناكل مره ما نلقاش من ناكل وما كنمشيش لدارنا وما ما كن ما خرجتي صافي بغيتي تعول صافي كنمعوله على راسي اخويا.
كما قلت لك كارية على قد الحال، ومرة ناكل مرة ما ناكلش، مرة نلقى باش نخلص الكرة مرة ما نلقاش. ولكن كتشوف في راسك عائلتك ما راحمينكش، عائلتي راه قد الخلا خويا ولاباس عليهم وما عاقلينش عليا، انا ما عاقلينش عليا. وعندنا دارنا، ودارنا شكون اللي ساكن فيها دابا؟ ساكنه فيها غير ما تشبو اختي، هما اللي ساكنين فيها، وتا خويا مجرين عليه. علاش؟